بيدي هدف تاريخي مثالي من دون شك. نحيكم كاع هذيك انا قدر نقولوا بالمثل الشعبي نحيتوا التثقاف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله هذا الفوز وين يطلع لنا المورال، وين فتنا فيه مرحله شويه صعبه وين خسرنا وتعادلنا مرتين في استادنا وفي ملعبنا. الحمد لله وين اليوم كنا منهزمين 1-0 وعاود ولينا في النتيجه وزدنا ضعفنا النتيجه وين ربحنا المباراه. الفضل ثاني يولي الانصاري مساكين شغل قعدوا معنا حتى الدقيقه التاليه، ماغري ما كانوا بيتزعفوا وقعدوا معنا حتى الدقيقه التاليه. احنا ان شاء الله بربي نديروا اللي علينا في المباراه القادمه، هما ثاني ان شاء الله يزيدوا يساندونا وان شاء الله نفرحهم باذن الله. شنو ديا ظهرت بوجهين اليوم، شفنا الشوط الاول يعني متواضع، علاش مو ديما لعبت فريمون في كيما في الدوزيام الثاني كارديري؟ شوف ديبي د ماتش ما كان ساهل، المهم هما كانوا بيان اون بلاص سي بوش. احنا بريمي طور مشينا شويه بالو ما جاونا فرصتين ولا ما شغل ما سجلناش فيهم. الحمد لله الدوزيام ميطون وين طحنا على لادفيرسير وكانت كاينه النتيجه. الهدف الثاني حميدي نشوفوا باللي ثنائيه بين عبد اللوي وبينك، خدمتوها في التدريبات موالفين على الانسجام هذا ولا كيفاش جات؟ هي ما خدمناش عليها بصح الحمد لله يا ربي باينه بلي كيجيب با دوزيام بوطو وصاحبك غادي يبان بلي يردها في الباك واش غادي الرميز تقدم صح. والفرحه كانت هستيريه بالنسبه ليكم للانصار باينه باش تماركيز الدوزيام بيت في لي ديرني مينيت باينه بلي ماشي ساهله. والحمد لله من قلت لك ولينا في النتيجه بعد ما كنا منهزمين الحمد لله في الدقيقه التاليه رانا ربحنا وفزنا بلي حميدي. البيت هذا يمد لك بلوس دو كونفيونس انت بلاصه تاع ناكس انترناسيونال حليميه مي سي با فاسيل يحيي مليح لك الثقه عند البيت هذا ان شاء الله بربي هذا الهدف ان شاء الله يدير لي الثقه وان شاء الله مزيد من الاهداف باذن الله. بارك الله فيك. فوز مهم للغايه لكم انتم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الفوز فاش عليك شغل راجع ليكيب كاع وين كانت علينا ضغط كبير من بدايه الموسم وين اداره استقدمت لاعبين كان في كان كثير على الفريق وان البدايه كانت متعثره، لكن الحمد لله هذه المقابله هي اللي كنا تاكلين نديروا فيها الديكليف. الحمد لله ربي وفقنا وما خيبناش وان لي دي دانيال مينيت وين ربحنا الحمد لله. كيفاش شفناك يعني سخون بزاف باش تدخل في لي شوط مو اسكون حاس باللي دخلت من الاضافه؟ انا كيفاش عليك انا لاعب شغل مليان هذا الجمهور الجزائري لعب اساسي وين المدرب هذا دو ما شوزي راشوزي باش ريح في البون وين باينه نحب نلعب اي لاعب كما اي لاعب يكون حاب يلعب. وانا كنت قادر كنت نشوف بلي نقدر نزيد بليس وان كنا بيان بلاسي اللي كنت انا كانت مليحه الحمد لله ربي وسبحانه سجلت ونقدم اضافه للفريق. طاهر عادت الجماهير اليوم عطت كل دافع معنوي كبير باش تقدروا ترجعوا في النظام. وي بيان سير ما خفاش عليك احنا ما كناش جا ايماجينو زعما هكذا نلعبوا بلا شعب نقدروا نرجعوا في ريسيب اوبتيمال. كنا ويكونوا شويه صعيبه وين الشعب يعاون ونشكروهم وين اصلا الجزائر معروفين. الحمد لله. اول مباراة في المرمى خصم لعب لكم بزاف على المباراة. هذاك هو يلعب كونتر مدير الجزائر وين يلعب الاكستيريور هو سيدي ان بوان كانوا رابحين في المرمى اللي دراهم.